احكولي على الجو اللوك السبعيناتي. السبعيناتي هو اتيتيود كان عندنا ان احنا نكون مختلفين و مش دكاترة بالمعنى التقليدي اللي هو بيكونوا بيذاكروا بس وكده، ونضارة قعر كوباية ومش بيعملوا اي حاجة في حياتهم غير ان احنا بنذاكر ولازم سيشنز نطلع لابسين بدلة وكلاسيك، وكنا عاوزين نغير ده. فبدأنا نفكر مثلا عصور قديمة قوي فرعنا، حسينا انه لا يعني انتوا ابتديتوا من قبل السبعينات. احنا كنا بنفكر كل حاجه ممكن نعملها تكون مختلفه مع حاجات احنا بنحبها. بس بدانا موضوع الفراعنه لا اوكي سكيب على ده غيره، بدانا حاجه حاجه، لقينا انه السبعيناتي اكتر حاجه احنا ممكن تبقى فيها الوان، مش هنطلع ابيض واسود بس. يعني انتوا مودكم سبعيناتي، مزاجكم بتحبوا السبعينات اكتر. مودنا كانت قاعده كده، احنا عايزين قعدنا اللي هو بندور ستينات قلنا هيبقى ابيض واسود، فالسبعينات اللي هو يوسف قاعد بيقول الصور دي حلوه قوي، ايه الالوان الفاقعه دي، واحنا اتخضينا ده بجد. مين يوسف بقى؟ يوسف انت اساس الموضوع. احنا بقى لما بصينا على لبس وقعدنا نبص طب احنا هنجيب اللبس ده منين، صعب جدا ان نعرف نشتريه، فاتفقنا ان احنا هنفصل اللبس ده. لا ثواني، احنا كنا محتاجين ستايلست من القاهره. نجيب ستايلست، احنا هزار، احنا كل ده هزار، احنا ستايلست طب ازاي يعني، ونكلم حد عايزينه باسرع وقت، محتاجين ان احنا نخلص بقى. احنا بنعمل كده قبل الامتحان فعلا. ده كان قبل الامتحانات، قبل الامتحانات الفاينل بتاعت البكالوريوس بالظبط بشهرين، بالظبط شهر ونص شهرين. يعني ده قمه الستريس وقمه الضغط وقمه اللسعان كمان. يعني هو ده اللي خلانا نحل حلو في الامتحان والله. فهي فكره يعني بدايه التفكير، قلنا ممكن نشتري اللبس ده، فقعدنا ندور ممكن يكون استخدموه في ايه في افلام قبل كده، فان احنا نجيبه من القاهره. بعد كده احنا حبينا اكتر لان احنا نكون احنا اللي بنعمله. فنزلنا ولفينا على القماش، طبعا ما لقيناش اي حاجه من اللي احنا محتاجينها. المشجر وال الناس بقى بتسالنا ايه ده انتوا عايزين ده، اصل اولاد نازله بتشتري لبس، انتوا هتشتروا الحاجات المشجره؟ لا يعني قولي كده، انت في محل قماش بتقولوا ايه؟ يعني نزلتوا اولاد يعني البضاعه دي البضاعه دي اصلا جايبينها من القاهره ولا من المنيا ولا من المنيا؟ قولي كده انك دخلت المحل وقلت ايه للراجل، الراجل قال لك ايه؟ عايزين القماش ده في ايه؟ اللي هو ايه كنا بنصلحه، احنا محتاجين ايه؟ فاحنا بنوري له صوره مثلا من يعني دورنا على النت وجبنا صور كتير، فبنوريه صوره، فيعني هو اول رياكشن يبص لنا بقى الصوره دي، انت عايز الكلام ده في ايه؟ يعني اكيد ما حدش مجنون لدرجه ان هو يفكر يفسر الكلام ده ولا يلبسه. فيعني كان اسهل رد، احنا في اول كنا بنحاول نفهم موضوع فوتو سيشن وتخرج، بس بعد كده بقينا يعني بنريح دماغنا بالمسرحيه. عايزين نعمل مسرحيه كانت الناس موافقه عليها جدا. صح؟ بس في الاخر برضو فشلنا ان احنا نلاقي معظم القماش اللي احنا عايزينه، خصوصا بتاع الاولاد. لان يعني فاتجاهنا ان احنا ندور مثلا في قماش الاولاد جوه الحاجات الحريم. برضه ما لقيناش للاسف كمان. فكان حل اخير ان يعني في شويه من القمصان دي زي قميص ده، وفي قميصين تاني دي مثلا كان قماش بتاع شربات. تصرفته. لا يا جماعه الصوره دي عالميه. يا جماعه القمصان هنا بتقول كتير قوي. لا والبنطلونات كمان. شايف البنطلون الاورنج ده؟ ده لا لا ده الاحمر. لا واللازق. طب معلش اتفرج. معلش يا يوسف، معلش يا يوسف. ما تشجعني. طيب ايوه الشال السون ده عملتوه عند خياط عامل ازاي؟ ده الرجل ما شاء الله. اصلي على مقاس الرجل، احنا عاوزين يعني اكتر مقاس ينفع تعمله، بحيث ان احنا نعرف نجيب الصوره اللي احنا عاوزين نعملها. واحنا دورنا برضه، احنا ما لقيناش ترزي من اول مره يرضى يعمل الكلام ده يعني، فاحنا دورنا على اكبر واحد سنا في المنيا بحيث ممكن يكون حاول يعصر الكلام ده، وبعدين ودينا له صور كتير كنا جايبينها، ويعني هو الراجل تقبل ان هو ممكن يحاول يعمل حاجه بس الفكره يعني يعني تفاعل معاك. هو اكتر واحد تفاعل. هي الميزه بقى ان احنا كل طب والله طب اقول لك على حاجه، الصوره دي تنفع من فيلم من افلام السبعينات والله. يعني 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 كلكم صغيره على الحب وكلهم سمير غانم. عارفين افلام السبعينات بالظبط طالعه من الفيلم.